انظروا إلى هذا المخلوق الجميل، يبدو لطيفا وغير مؤذ أبدا، لكن يجب أن تعلم أن المظاهر خادعة. والأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء هو نوع سام للغاية من الأخطبوطات. في الواقع إنه من أكثر الحيوانات البحرية السامة في العالم. تم العثور على هذه المخلوقات في برك المد والجزر والشعاب المرجانية. على الرغم من صغر حجمها الذي يتراوح من 13 إلى 20 سنتيمترا فقط، إلا أنها تشكل خطورة كبيرة على البشر إذا تم استفزازها. يحتوي سم هذا الأخطبوط على سم عصبي قوي يسمى التيترودوتوكسين أو سم الأسماك الرباعية الأسنان. عندما يشعر الحيوان بالتهديد فإن غريزته الأولى هي الفرار، ولكن إذا استمر التهديد، على سبيل المثال إذا لم تتخلى عن فكرة الإمساك بالأخطبوط وإخراجه من الماء، فسوف يتخذ موقفا دفاعيا ويظهر حلقاته الزرقاء. عند محاصرة الأخطبوط ولمسه فقد يعض مهاجمة، ويمكن أن تنتهي الأمور بشكل سيء للغاية. يسبب التيترودوتوكسين عواقب وخيمة ويؤدي في بعض الأحيان إلى شلل كامل في الجسم، وتكون الضحية مدركة تماما لما يحيط بها لكنها غير قادرة على الحركة. تظل الضحية واعية وفي حالة تأهب، ولكن بسبب الشلل لا توجد وسيلة للإشارة للحصول على المساعدة أو الإشارة إلى وجود خطر. ومن المثير للاهتمام أنه عندما يكون في وضع الاسترخاء يبدو الأخطبوط ذو الحلقة الزرقاء بنيا أو حتى شاحبا، ولكن بمجرد أن يشعر بأنه معرض للخطر فإنه يتخذ وضعية إفراز السم. مثل هذه الاستجابة تسمى التخدير اللوني أو الإشارة المنفرة. بعبارة أبسط، عندما يومض حيوان بألوان زاهية محذرا الآخرين من أنه قد يلدغهم فلن يعيشوا ليحكوا الحكاية. بالطبع الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء ليس الحيوان الخطير الوحيد الذي يبدو غير مؤذن. انظر إلى هذا المخلوق مثلا. هذا الكائن يبدو لطيفا للغاية، إنه زغبي وذو مظهر لطيف. الرغبة في لمسه لا تقاوم، لكن احترس، يمكن لإبرة هذه الحشرة المشعرة أن تسبب إصابة خطيرة. يطلق عليها الكفلاء الغطائية. هناك بين هذا الفراء الرائع أشواك سامة مختبئة تحتوي على خلايا لاذعة مثل قنديل البحر. يتفاعل الأشخاص بشكل مختلف تماما مع سم هذه الحشرة. قد يصاب البعض بردود فعل أكثر حدة من الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن مدى سوء العواقب يعتمد أيضا على سمك الجلد في المنطقة المصابة. في معظم الحالات يختفي الألم والطفح الجلدي في غضون ساعات قليلة أو أحيانا أيام. الحيوان التالي في قائمتنا هو الضفدع السام. هناك أكثر من 170 نوعا من هذه الضفادع، ومن المضحك أنها ليست جميعها سامة في الواقع. تلك التي تفرز سموما يكون جلدها شديد الخطورة. على الجانب المشرق، لا تستخدم الضفادع هذه السموم مطلقا للصيد أو الهجوم، بل فقط للدفاع عن النفس. الخبراء ليسوا متأكدين، لكنهم يفترضون أن قدرة الضفادع على إنتاج هذه السموم قد تأتي من نظام غذائي غني بالحيوانات المحتوية على السموم مثل الحرائي أو النمل. كان السكان الأصليين في أمريكا الوسطى والجنوبية يقومون بفرك سهامهم بأجساد الضفادع قبل إطلاقها. الأمر المهم الذي يجب أن تضعه في اعتبارك أنك إذا لمست الضفدع السام فاطلب المساعدة على الفور، خاصة إذا صادفت ضفدع فيلوباتس تريبيليس فهو الأشد سمية على الإطلاق. الحبار الملتهب هو النوع الوحيد المعروف من أنواع الحبار السام. هذا المخلوق لديه أنسجة عضلية سامة بشكل مذهل. على الرغم من حجمه الصغير من 5 إلى 8 سنتيمترات على الأكثر، احترس من حيوان بني داكن تحت الماء له مخالب وثمانية أذرع. من المحتمل أيضا أن يكون لونه أرجواني وأصفر حول ذراعيه. على أي حال، أفضل ما يمكنك فعله هو تجنب العض من هذه المخلوقات المثيرة للاهتمام، وستكون على الأرجح بأمان. القواقع المخروطية المفترسة حيوانات بطيئة جدا، لهذا السبب ليس لديها وسيلة للقبض على فرائسها بنفسها. أعني أنها لا تستطيع حقا الإمساك بحيوان آخر أو عضه. بدلا من ذلك، طورت القواقع المخروطية سما قويا يساعدها على البقاء. ربما يكون أروع شيء في هذه المخلوقات هو أنها من بين ما يقرب من 1000 نوع
لا يوجد تداخل في السموم التي ينتجها كل منها، على الرغم من أن القواقع المخروطية لا تملك أنيابا، إلا أن لديها حربون مغطى بالسم تستخدمه للدغ فرائسها. يوجد هيكل يشبه الأنبوب في نهاية بصيلة السم، ويمكن للأسنان المحورة أن تنطلق من الأنبوب بسرعة مذهلة تصل إلى 643 كيلومترا في الساعة. لذا فإن القواقع المخروطية لا يضيرها كونها بطيئة، ونظرا لأن السم قاصر على بعض الأنواع فإن بعضه يمكن أن يسبب لدغة طفيفة، بينما قد يسبب البعض الآخر ضررا خطيرا لصحتك. على سبيل المثال، هذه الرقاقة الصغيرة التي تعيش في الشعاب المرجانية تطلق سنا يشبه الحربة للدغ فريستها، ولا يوجد علاج معروف لسمها. عندما تفكر في السمكة الينفوخية ربما تتخيل مخلوقا منتفخا مع أشواك مذهلة تلتف حول جسده الكروي، لكن تحت تلك الأشواك يوجد مخلوق شرير، وأخطر جزء من هذا المخلوق هو سمه، والذي يعتبر أحد أخطر وأقوى السموم في العالم إن لم يكن الأخطر على الإطلاق. الخبر السار هو أنك لن تتسمم إلا إذا أكلت هذه السمكة، لذلك ربما من الأفضل أن تأكل السوشي بدلا منها. والآن انظر إلى هذه الحشرة وحاول ألا تقترب منها أبدا، إنه الزنبور الآسيوي العملاق. من المعروف أن هذا المخلوق ذو الحجم المخيف، والذي يمكن أن يصل طوله إلى 5 سنتيمترات تقريبا، شديد العدوانية. إبرته المخيفة تحمل سما كافيا لجعل اللدغة مؤلمة للغاية، صدقني. بعض الناس قد يموتون بسبب لدغة هذه الحشرة. على الرغم من أن السم ليس هو الأقوى، إلا أن الحجم الكبير للمخلوق يجعل الجرعة كبيرة جدا. وإذا هاجمك عدد من هذه الزنابير، حسناً ربما ستكون العواقب وخيمة. الزنابير العملاقة ليست عدوانية بالضرورة تجاه البشر أو الحيوانات الأخرى، لكنها ستلقنك درساً مؤلماً إذا قمت باستفزازها. هذا المخلوق الجميل ذو اللون الأزرق الفاتح يسمى تنين البحر الأزرق. على الرغم من هذا الاسم المهيب، فإن هذا المخلوق صغير في الواقع، عادة لا يتجاوز حجمه حبة العنب. قد تجده على الشاطئ أو يطفو بجانبك في الماء. حينها عليك أن تتذكر شيئا واحدا، مهما كان هذا المخلوق الصغير يبدو جميلا فلا تلمسه أبدا. على الرغم من صغر حجمه، إلا أن لدغته يمكن أن تؤلمك بشدة، وهذا بسبب نظامه الغذائي. طبقه المفضل هو رجل الحرب البرتغالي، وهو قنديل بحر يحتوي على سم يكفي لشل الأسماك الصغيرة والقشريات. تستخدم تنانين البحر الزرقاء أولاً المخاطة لإبطال مفعول الخلايا اللاذعة لدى قنديل البحر، وبعد ذلك تستولي على هذه الخلايا من مخالب رجل الحرب وتخزنها وتركزها داخل أنسجتها، ثم تطلق هذه الخلايا اللاذعة عند التلامس، مما يجعل لسعتها أقوى بل أسوأ من تلك التي يسببها رجل الحرب نفسه. هذه المخلوقات الرائعة هي أيضاً بارعة في الاختباء والتخفي، على الرغم من مظهرها الساطع إلا أنها بارعة في التنكر. كما ترى، هذا اللون الأزرق الزاهي موجود في الواقع على بطنه، وعندما يطفو على ظهره فإنه يمتزج مع لون الماء، أما ظهره فهو رمادي اللون ويساعد في التمويه على سطح البحر. يبدو قنديل إيرو كانجي الموجود في أستراليا صغيرا وبريئا تماما، لكن المظاهر خادعة، فهذا الصغير الذي يبلغ حجم إبهام الإنسان في الواقع خطير للغاية. خلال ستينجر سيزن الذي يستمر من نوفمبر إلى مايو، يتم إغلاق الكثير من الشواطئ بسبب هذه المخلوقات الصغيرة. ما يجعل قنديل البحر خطيرا بشكل خاص هو حجمه شديد الصغر، ببساطة لا يمكن للناس في ملاحظته أثناء السباحة. قناديل البحر المكعبة سيئة السمعة، التي سميت نسبة لشكل جسمها المكعب، تعيش في المحيطين الهندي والهادئ. ابتعد إذا وجدت مخلوقا له رأس مربع ومجسات طويلة متدلية، وحتى إذا كنت ترى أحد مجساته دون أن يكون قنديل البحر متصلا بها فلا تقترب منها أو تلمسها. يمكن أن يصل حجم قنديل البحر المكعب إلى 3 أمتار، ولكل من مخالبه حوالي 500,000 حربون مجهري لحقن السم. على عكس قناديل البحر الأخرى، فإن قنديل البحر المكعب يصطاد فرائسة، يمكنه الإمساك بك عن طريق لف مجساته الرفيعة حول أطرافك أو جسمك. نظرا لخطورة سمه لن تكون هذه التجربة ممتعة. شهدت ولاية داكوتا الجنوبية مؤخرا حدثا مثيرا للاهتمام، لاقى روجا كبيرا على شبكة الانترنت، لذا ربما قد سمعت عنه بالفعل.
ففي يوليو من عام 2022 تحولت السماء فجأة إلى اللون الأخضر. لكن ما الذي حدث؟ ومن تسبب بحدوثه؟ هل هو الإنسان أم الطبيعة؟ لنكتشف ذلك معا. الثلاثاء الخامس من يوليو 2020، بعد فترة وجيزة من هبوب عاصفة شديدة، كانت السماء فوق ولاية داكوتا الجنوبية ملبدة بالغيوم. خرج السكان المحليون بعد انتهاء العاصفة فرأوا السماء بلون أخضر داكن، وكانت تلك أول مرة يرون فيها شيئا كهذا. وصف الناس تلك الحادثة بأنها كمشهد من فيلم خيال علمي أو فيلم رعب. وبالطبع بدأ سكان المدينة في نشر هذا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك البعض صورهم الجميلة والمرعبة على تويتر. ظهرت في تلك الصور السماء فوق مدينة سو فولز وبعض البلدات القريبة منها. ورغم أن هذه الظاهرة تبدو خارقة للطبيعة، إلا أنها في الواقع ليست ظاهرة مرعبة قط، إنها مجرد لعبة بسيطة بين الضوء والهواء. حدوث هذه الظاهرة نادر جدا، وعادة ما يعني اقتراب عاصفة شديدة. ينطبق هذا أيضا على ما حدث في ولاية داكوتا الجنوبية، فقبل أن يبدأ الناس في مشاركة تلك الصور، اجتاحت عاصفة رعدية بلدة سو فولز، وهذا ما أكدته دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية. كان ذلك الإعصار مروعا، إذ بلغت سرعة الرياح حوالي 161 كيلومترا في الساعة، ووفقا لمقياس بوفورت المستخدم في قياس سرعة الرياح، كانت هذه العاصفة من أشد العواصف سرعة وأكثرها تدميرا. لا يوجد على هذا المقياس سوى 12 رقما، وتبدأ القوة القصوى لشدة الرياح عند سرعة 117 كيلومترا في الساعة. لكن لماذا لم نسمع في الأخبار عن تلك العاصفة؟ حسنا، لأنها شيء مألوف بالنسبة للسكان. تحدث العواصف الرعدية في الولايات المتحدة بكثرة، خاصة في الأشهر الدافئة، ويمكن أن تتحول واحدة من كل 10 من هذه العواصف الرعدية إلى عاصفة قوية جدا وكأنها إعصار. يطلق على هذه الظاهرة الطبيعية اسم ديريتشو. تنتشر هذه العواصف على نطاق واسع وتدوم لفترة طويلة. إنها في الأساس مزيج من مجموعة عواصف رعدية قوية ورياح سريعة وأمطار غزيرة، ويقال في أحيان كثيرة أن عاصفة ديريتشو قوية كالإعصار. لكن يبقى هناك فرق بينهما. الإعصار هو دوامة تتخذ شكل عمود هواء دوار، ويبلغ قطره عادة حوالي 152 مترا، رغم أن عرضه قد يصل أحيانا إلى 4 كيلومترات. أشفق على أولئك الذين يصادفونه، لكن ما يميزه في الأساس هو أنه يدور، حيث تتحرك الريح بسرعة كبيرة بشكل دائري قرب مركزه غير المرئي. الديريتشو هي عاصفة رعدية قوية، أو مجموعة من العواصف الرعدية القوية مع رياح مستقيمة، أي أن رياح هذه العاصفة لا تدور. وبدلا من ذلك تختار عاصفة ديريتشو نقطة في مكان ما وتنطلق نحوها. إنها أشبه بعداء ماراثون متحمس للغاية. لو قارنا عاصفة ديريتشو بإعصار عادي، سنجد أن للإعصار 6 مستويات من القوة، تتراوح بين 63 كيلومترا إلى 611 كيلومترا. وبالتالي يمكننا القول أن عاصفة ديريتشو تشبه إعصارا صغيرا متوسط المدى بين المستوى الأول والثاني. عادة ما تتراوح سرعة هذا الإعصار بين 115 كيلومترا إلى 181 كيلومترا في الساعة، وفي كلتا الحالتين قد يكون مصحوبا بعواصف رعدية قوية وبرق وأمطار غزيرة. ومع ذلك هناك بعض الاختلافات بينهما. تصبح العاصفة من نوع ديريتشو إذا تجاوز مسارها المدمر مسافة 386 كيلومترا، ووصلت سرعة الرياح فيها إلى ما لا يقل عن 93 كيلومترا في الساعة. يكاد يستحيل توقع حدوث هذه العاصفة التي قد تتشكل حتى في يوم صاف، عندما لا يتوقع علماء الأرصاد الجوية أي عواصف، ثم تظهر الرياح فجأة. والمدهش في الأمر أن الناس يشعرون بشيء يشبه انفجارا من الهواء، لكن تحاول دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذير السكان قبل حدوث ذلك بساعة أو نصف ساعة على الأقل، ليكون لديهم وقت كاف للاستعداد والاختباء. ولم يكن الأمر مختلفا هذه المرة. اجتاحت العاصفة معظم ولاية داكوتا الجنوبية، إضافة إلى ولايتي مينيسوتا وآيوا. أما العواقب فكانت وخيمة جدا. تسببت العاصفة بانقطاع التيار الكهربائي عن 30 ألف شخص، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بالأذى،
هذا لأن السكان المحليين معتادون على عواصف بيريتشو، لكن السماء الخضراء كانت شيئا مختلفا تماما. لقد كانت مشهدا غريبا بالنسبة للسكان، وتساءل الجميع عن سبب هذه الظاهرة. هل كانت إشارة سيئة أم أنها مجرد ظاهرة جوية طبيعية؟ حسنا، بصراحة لا يملك العلماء تفسيرا دقيقا لهذه الظاهرة، لكنهم وضعوا بعض الفرضيات المقنعة جدا. السماء الخضراء ظاهرة نادرة للغاية، ويعتقد معظم العلماء أنها تحدث عند اقتراب عاصفة قوية من منطقة قبيل غروب الشمس أو شروقها، فتتحول السماء في هذه المنطقة إلى اللون الأخضر. أشار بيل كارينز عالم الأرصاد الجوية في NBC الذي واجه بنفسه حدثا مشابها إلى أن ظاهرة السماء الخضراء تحدث نتيجة هطول الكثير من البرد قبل العاصفة. لنتحدث أولا عن سبب ظهور السماء باللون الأزرق أو أي لون آخر حسب حالتها المزاجية. باختصار، تحمل أشعة الشمس كل ألوان الطيف معا. ربما تراها بلون أبيض، إلا أنها في الواقع تضم كل ألوان الطيف، لكن لكل موجة لونية طول مختلف. فمثلا الأشعة الزرقاء أقصر من غيرها، لهذا تعبر جزيئات الهواء أفضل مما تفعل الموجات الحمراء وتصل إلينا بسرعة أكبر، ولهذا السبب تبدو السماء زرقاء في الأيام الصافية. في الوقت نفسه، موجات اللونين البرتقالي والأحمر طويلة جدا وتتحرك ببطء، لذا عادة ما تبقى في الخلف، ولكن عند انخفاض الشمس إلى ما دون الأفق أو عند شروقها تتغير اتجاهات الأشعة وتصل إلينا هذه الموجات بشكل أفضل. هذا يعني أنه حتى لو رأينا شروق الشمس وغروبها باللونين الأحمر والبرتقالي، لا تزال بينها موجات زرقاء وخضراء، لكن على هذه الموجات الارتداد عن شيء ما للوصول إلينا بسرعة أكبر والتفوق على الأشعة الحمراء. هل خمنت ما أود توضيحه؟ هنا يأتي دور الماء. تتكون السحب من قطرات الماء، وعندما تصبح السحابة كبيرة بما يكفي لكن لم يهطل منها المطر بعد، تؤثر على سلوك الضوء في السماء. تتكون العواصف الكبيرة والثقيلة غالبا من الماء والبرد، ويعكس الماء الأشعة الزرقاء والخضراء أفضل من أي شيء آخر. هذا ما يجعلنا نرى مياه الأنهار والبحيرات بلون أخضر مزرق، رغم أنها في الواقع شفافة. صحيح، تلعب الطحالب دورا في ذلك أيضا. إذن هناك عدة عوامل رئيسة تؤدي إلى تحول السماء إلى لون الأخضر. أولها ضرورة أن تكون الشمس في مستوى الأفق، ويجب أن لا تغطي غيوم العاصفة أثناء اقترابها السماء بالكامل. يجب أن تبقى هناك مساحة صغيرة لأشعة الشمس، ثم تقفز الأشعة الزرقاء التي بالكاد نلاحظها نحو سحب العاصفة، فتصدها قطرات الماء وحبات البرد، وعند امتزاجها مع غروب الشمس الأحمر تتحول إلى اللون الأخضر الساطع، وينتشر هذا الضوء في السماء. لهذا معظم حالات تحول السماء إلى اللون الأخضر تحدث في المساء. أجل، قد تحدث أيضا في منتصف النهار، لكن نظرا لصعوبة توفر شروط هذه الظاهرة يكون رؤيتها في النهار شيئا نادرا. مع ذلك لا تخف إن رأيت السماء بلون أخضر، هذا لا يعني بالضرورة اقتراب عاصفة قوية. هناك فرصة كبيرة لحدوث عاصفة، لكنها ليست قاعدة، ربما تهطل أمطار غزيرة أو برد كثيف. باختصار، إن رأيت السماء تحول لونها إلى الأخضر، يفضل أن تختبئ وتخفي سيارتك في مكان آمن. ولو حالفك الحظ برؤية هذه الظاهرة من منزلك الدافئ، فسيكون ذلك مثيرا بالفعل. إن صادفت هذه الظاهرة فاعلم أنك تشاهد شيئا مميزا ونادرا جدا. قال البعض أنها أجمل شيء رأوه في حياتهم. هاي، أريد رؤية شيء كهذا يوما ما. سأذهب لشراء تذكرة إلى داكوتا الجنوبية. قد لا تبدو الأجواء الماطرة والعاصفة ممتعة، إلا أن ارتداء معطف واق من المطر سيساعدني كثيرا، أليس كذلك؟ بينما أنت مستلق على العشب تنظر إلى السماء الزرقاء وتستمتع بأصوات الطيور المغردة وبأشعة الشمس الدافئة، وترى في السماء غيوما بأشكال مختلفة، وفجأة تسمع صوت دوي قادم من بعيد. تنهض فورا فترى أمامك سحابة كثيفة عملاقة، لكن ما يخيفك ليس حجم السحابة بل شكلها، إنها بشكل جمجمة. لا تقلق، هذا لا ينبئ بحدوث شيء سيء. عموماً ليست سحابة حتى. قبل بضع سنوات تكونت جمجمة من الدخان الكثيف فوق جبل فيزوف في إيطاليا. إنه البركان ذاته الذي مسح مدينة بومباي القديمة من على وجه الأرض. بالطبع خاف الكثيرون من ثوران البركان مرة أخرى، لكن لحسن الحظ لا يزال البركان خامداً. ظهرت تلك الجمجمة الشهيرة عند اندلاع حريق في مكان قريب.
لكن لم يكن السكان المحليون موقنين من السبب. ظن البعض أن الحريق والجمجمة متعمدان، وهذه ليست المرة الأولى التي يندلع حريق كهذا. سننتقل إلى سنتراليا في ولاية بنسلفانيا. أين السكان؟ حسناً، انظر جيداً، يبدو المكان مخيفاً. أشجار عارية، لا حيوانات ولا بشر أيضاً. جميع المباني خالية من السكان، وكل الطرقات متصدعة ومليئة بالحصى. يبدو أن السيارات لا تمر من هنا، والدخان الكثيف في كل مكان. تحترق هذه البلدة منذ أكثر من 50 عاماً. اشتهرت سنتراليا في الماضي بمناجمها الكثيرة، ومن بين هذه المناجم منجم استخدمه السكان المحليون كمدفن للنفايات. ثم أفاد البعض بأن المدينة قررت التخلص من النفايات بالطريقة المعتادة بحرقها. فشلت تلك الخطة فشلاً ذريعاً. لنرى الخطأ الذي حدث. توغلت النيران إلى أعماق المنجم وأشعلت الفحم الذي كان لا يزال موجوداً هناك، وظل مشتعلاً حتى يومنا هذا. لاحقاً ارتفع مستوى ثاني أكسيد الكربون، مما اضطرهم إلى إغلاق المناجم الأخرى المجاورة للحفاظ على سلامة العاملين. ولم يستطع أحد إخماد الحريق، وانتشرت ألسنة اللهب في أعماق الأرض، مما أدى إلى ارتفاع حرارة الطرقات، وأصبحت التربة حامضية، وامتلأت الشوارع ببطء بالدخان والضباب. وفي عام 2017 لم يقطن البلدة سوى 5 أشخاص فقط. أهلا بك في بحيرة إبراهام في كندا. هذه البحيرة متجمدة كليا، وبينما تسير فوق الجليد الشفاف تنظر للأسفل للتحقق مما تحتك، فلا ترى أي نوع من الأسماك. ليست هناك سوى فقاعات متجمدة غامضة، وكأنها غيوم صغيرة متجمدة في الجليد، أو قناديل بحر نسيت أن ترتدي معاطفها الشتوية. توجد آلاف من هذه الفقاعات الصغيرة من غاز الميثان، لكن إياك أن تحاول حفر الجليد للمسها، فالميثان سريع الاشتعال. تكونه بكتيريا إنتاج الميثان التي تلتهم الأوراق أو العشب أو الحشرات أو أي مادة عضوية أخرى تدخل البحيرة، وعند ملامسة الميثان للماء المتجمد يتحول الغاز إلى عشرات الآلاف من الكرات الصغيرة المتجمدة التي تنفجر وتصدر أزيزاً عند ذوبان الجليد. يمكنك العثور على بحيرات أخرى مماثلة قرب بعض شواطئ المحيط المتجمد الشمالي، وقد يصل حجم الفقاعات إلى أضعاف حجم بالونات الهواء الساخن. إنها جميلة بالطبع، لكنها غير آمنة. تقع البحيرة المخيفة التالية في إندونيسيا، في جزيرة جاوا. يوجد هنا بركان ضخم مغطى بالأعشاب والأشجار. يبدو البركان خامداً، لكن الدخان يتصاعد منه، ثم تصعد إلى قمته مرهقاً ومتعرقاً، وتستعد لأخذ راحة. لقد وصلت إلى القمة، تنظر إلى فوهة البركان. ليست الحمام تغلي. لا ترى سوى بحيرة فيروزية جميلة ساطعة، وكأنها واحة. إنه الوقت الأمثل للسباحة. تنزل إلى الأسفل وتوشك على القفز في البركة، إلا أنك تلاحظ أنها ليست ماء بل حمضا. لقد وصلت الغازات الكبريتية إلى البحيرة من تحت البركان. البحيرة نفسها مليئة بالمعادن التي عندما تلامس الغازات تكون المياه الفيروزية الجميلة أو الحمض. من الأفضل العودة إلى أقرب قرية والاستراحة، والعودة ليلاً عندما يكون الجو أكثر برودة. في الظلام تبدو البحيرة وكأنها متوهجة، وترى فوقها غيوماً صغيرة متفجرة ومضيئة. تتصاعد الغازات الكبريتية من البحيرة وتتحد مع الهواء وتومض باللون الأزرق الساطع، لكن مع ذلك تجنب الاقتراب منها. في السماء وتحت الأرض وفي البراكين والبحيرات، حان الوقت للذهاب إلى البحر. يمكنك ركوب اليخت والإبحار به، والوجهة غير مهمة هنا، فهذه الظاهرة تحدث في جميع أنحاء العالم. البحر صاف وهادئ، ولا رياح تحرك الأشرعة. يسود الهدوء في المكان، لكن ما هذا؟ تسمع فجأة صوت ضجيج صاخب، وبعد بضع ثوان ترتفع موجة ضخمة من البحر الهادئ. إنها أطول بكثير من الصاري وتضرب اليخت. يتمكن اليخت من الحفاظ على ثباته وتختفي الموجة الضخمة. لقد نجوت للتو من هجوم لموجة مارقة.
يعتقد بعض العلماء أن سبب تكون هذه الموجات هو تصادم تيار البحر السطحي برياح عكسية قوية، ويقول آخرون أنها تنتج عند تصادم التيارات الدافئة والباردة ببعضها البعض. وهناك نظرية أخرى تقول أنها ناجمة عن التدخل الموجي، حيث تتعاون الموجات الصغيرة لتشكل موجة واحدة ضخمة. وفي ظل ظروف معينة تحصل الأمواج على قوة خارقة. من بين كل الأمواج في المنطقة هناك موجات تمتص الطاقة من كل الموجات الأخرى، وعندما تصبح هذه الموجة ممتلئة لأقصى حد تبصق كل شيء. ربما هذا ما يجعل الموجة قوية جدا، لكنها لا تدوم سوى لبضع لحظات. ماذا عن الغيوم؟ هل هي مخيفة؟ حسنا، قد تكون كذلك إن كانت رعدية ضخمة بلون رمادي وأسود وحجبت أشعة الشمس والقمر والنجوم. بينما كنت مسترخيا في حديقة منزلك رأيت سحابة رعدية، ثم تبعتها عواصف رعدية وبرد وفيضانات وأعاصير أيضا. من السهل التعرف على هذا النوع من الغيوم بفضل مظهرها المخيف. إنها سميكة وثقيلة وداكنة، وقد تضيء من الداخل نتيجة البرق. يا لها من سحابة مخيفة. لكن قبل الهرب إلى داخل المنزل لنلقي معا نظرة على طريقة تكونها. تشبه الغيوم بشكل عام قطار الملاهي. تخيل أنك قطرة ماء صغيرة تتسكع برفقة أصدقائك في المحيط في طابور انتظار جولة جديدة في القطار. ثم يحين الوقت، تضع الحزام ويبدأ القطار بالارتفاع إلى الأعلى، ومن هناك يمكنك رؤية كل أصدقائك في الأسفل. إنهم صغار جدا. تواصل الصعود إلى الأعلى في انتظار الهبوط مرة أخرى، لكن يا إلهي لم يحدث شيء. أنت الآن في مكان شديد الارتفاع داخل السحب. المكان ليس مخيفا، وترى من حولك الكثير من أصدقائك. ثم يصبح الجو باردا، وعندما تنظر من حولك ترى أن الجميع يتحولون إلى بلورات ثلجية جميلة، وأنت من بينهم. أصبحت السحابة مليئة ولم تعد تتسع لأي قطرات أخرى، لكن المكان ممتع وهادئ. ثم تسقط سقوطا حرا ببطء في البداية، ثم تصبح أسرع وأسرع، ويسقط معك الآلاف من أصدقائك من قطرات الماء. بعضهم خائف والبعض مستمتع ويلوحون بأيديهم في الهواء. هذا رائع. وتصل الأرض. هذا مخيف. أنا أحب جولات البرق أكثر. لذا تضع حزامك وتركب لتلعب تصادم السيارات في الغيوم. كلما اصطدمت بقطرة ماء ازداد البرق الذي تصنعه. لا يحدث كل البرق داخل السحب. هناك ظاهرة نادرة تسمى العاصفة الرعدية القذرة، والتي تتكون عند حدوث البرق فوق أحد البراكين، وتحدث أشهر هذه العواصف في اليابان. يثور هذا البركان كل يوم تقريبا، ويبصق السحب السوداء عاليا في الهواء. لذا فهي في الأساس غيوم بركانية مخيفة. أضف إليها البرق. يحدث البرق باستمرار أثناء العاصفة عندما تتصادم بلورات الجليد ببعضها البعض. وفي العاصفة الرعدية القذرة تتصادم أجزاء من الرماد البركاني وتحدث احتكاكا لتشعل السماء. حسناً، من الأفضل إنهاء الرحلة بشيء آمن وجميل. لن نتحدث عن ألعاب البرق. أنت الآن في صحراء أتاكما في الجزء الشمالي من تشيلي. إنها واحدة من أكثر الأماكن جفافاً على سطح الأرض. لكن في هذه الصحراء سر جميل. تظهر في هذا المكان الأزهار الجميلة من العدم كل 3 إلى 5 سنوات. إنها مشهورة جداً، ويسمى المكان بفضلها بالصحراء المزهرة. تحتوي التربة على البذور التي تنتظر هطول المطر، وعند هطول ما يكفي منه ينبت في هذه الصحراء حوالي 200 نوع من الأزهار، لتزين رمال أتاكما الصفراء باللون الأرجواني والأبيض والأخضر والوردي. على جمال الطبيعة من حولك والنسيم العليل، يمكنك اغتنام الفرصة وممارسة التأمل لساعات طويلة بعيدا عن مناطق الحضر التي تركتها وراءك هربا من الضجيج والصخب. لكنك مشيت كثيرا حتى وصلت إلى هنا، لذا لقد حان وقت إنشاء مخيم. تحيط بك الغابات الكثيفة من كل جانب، وما من مكان لنصب الخيمة،
ومن ثم تلاحظ فسحة خضراء جميلة خالية من الأشجار، لكن بها شجيرات صغيرة لم تكبر بالكامل. حسنا، تذهب إلى هناك، تتبختر فرحا بما وجدته، وتشرع في العمل ونصب خيمتك. من غير المألوف أن تكون الأرض ملساء وناعمة، لكن هذا لا يزعجك كثيرا، فهكذا أفضل. إذا تنغرس الأوتاد في التربة كالسكين في الزبدة، يحل الظلام مع انتهائك من فعل ذلك، فتدخل خيمتك وتزحف تجاه كيس نومك الدافئ أملا في أخذ قسط من الراحة. يوقظك شعور بوجود خطب ما، تشعر بأنك مبلل. تهتز داخل كيسك محاولا التملص منه، وأجل، سريرك منقوع في المياه التي اجتاحته من الأسفل. تهرع إلى خارج الخيمة بأسرع ما يمكن لاستطلاع الأمر، فتجد أنها بدأت تغرق في الأرض. تبين أنك قد أقمت مخيمك فوق مستنقع، ولقد حالفك الحظ أيضا، فالمستنقعات ليست واضحة على الدوام، قد لا تراها قبل أن تغطس في الوحل والطين إلى حد الركبة. الخروج من هناك قد يكون صعبا أيضا، تخلق الطحالب والجذور بطانة ناعمة تسحبك إلى الأسفل بشكل تدريجي، وحينما تحاول رفع قدمك قد ينتهي الأمر بك بدون حذائك. رصد مستنقع في الغاب سهل للغاية لمن يعرف كيفية البحث عن الدلائل والإشارات. إن كنت داخل أدغال كثيفة وتراءت لك فسحة مشمسة ومخضرة حيث لا توجد سوى الطحالب وبضع الشجيرات، فيحتمل أنه مستنقع. يمكنك التحقق منه أيضا بالخطو قليلا على هذه الأرض الهادئة. إن شعرت أنها مرنة فحري بك البقاء بعيدا عنها، والمثير للدهشة والاستغراب أن المستنقع قد يكون سببا في نشوب الحرائق في الغابات. إن قررت البقاء قريبا جدا من المستنقع وأشعلت نيران المخيم، فسهل جدا أن يكون سببا في نشوب حريق، خصوصا إن هبت رياح قوية. المستنقعات مليئة بالقطران الذي يختبئ تحت طبقات من المياه والطحالب. حينما تنشب الحرائق في هذه الأماكن سيصبح إخماد نيرانها أشبه بالمستحيل. حافظ على الدوام على مسافة أمان بينك وبين جميع المستنقعات قبل إشعال نار المخيم. خطأ شائع آخر يرتكبه العديدون أثناء رحلات التخييم في البرية يتمثل في عدم النظر إلى الأعلى. لنفترض أنك وجدت بعض الأرض الصلبة لنصب خيمتك، ونظفتها من جميع الحجارة المزعجة، وحرصت على عدم وجود أي أعشاش للنمل قريبة منك. لا تود أن يقلق كائن مخيف مضجعك أثناء نومك، صحيح؟ المكان الذي اخترته مثالي، والشجرة التي تتكئ عليها الخيمة تحميك من الرياح والأمطار. جهزت نفسك للنوم وأطفأت جميع أضواء المخيم، وفجأة تهتز خيمتك كأن وحشا قد انقض عليك للتو. تخرج منها خائفا ومذعورا، فترى غصنا عملاقا وقد وقع فوق خيمتك. أسوأ ما في الأمر أنك لن تتوقع حدوث ذلك ما لم تنظر فوقك قبل نصب خيمتك. من السهل رصد الأغصان شبه المكسورة والتالفة، وليست فكرة سديدة أن تنصب خيمتك تحتها مباشرة. يمكن لمثل هذا الشيء أن ينكسر في أي لحظة، وستكون محظوظا إن لم يمزق خيمتك ويصيبك بجروح. عديد السياح يقترفون هذا الخطأ سنويا ويدفعون الثمن غاليا. والنظر فوقك سيساعدك أيضا على التأكد من عدم وجود أعشاش للدبابير أو شباك عناكب. قد يكون ذلك أسوأ بكثير من غصن يهوي على خيمتك، لأن الدبابير لا تود أن تقلق راحتها، وقد تكون العناكب سامة أيضا. والآن إن رأيت نهرا جاريا وقررت إنشاء المخيم على ضفافه، انتبه جيدا إلى المكان الذي تنصب فيه خيمتك. إن اقتربت كثيرا من المياه خاصة في فصل الربيع أو الخريف، فيحتمل أن تستيقظ من نومك العميق لتجد نفسك تسبح في مياهه. تحقق دائما من الأحوال الجوية مسبقا ليوم التخييم والليلة التي تليه. إن كان هناك فرصة لتهاطل الأمطار، من الأفضل الابتعاد عن جميع المسطحات المائية خاصة الأنهار، فالمطر بإمكانه رفع منسوب ماء النهر، وقد يندفع على ضفافه مغرقا مخيمك الصغير، وبالتالي ستنتهي إجازتك الجميلة بالكامل. لكن حتى إن كنت بعيدا عن المياه، يمكن للمطر أن يفسد إجازتك أيضا. لنفترض أنك في أعماق الغابة وتيجان الأشجار تحميك من الطقس الرديء، ستصل الأمطار إلى أرض الغابة، لكن على الأقل لن يكون الحال بخطورة الفسحات الخضراء والمستنقعات.
وفي الليلة التالية حينما تنصب مخيمك في مكان آخر تشعر كأن التربة ناعمة ومرنة أكثر من اللازم، لكن هذا لا يعني أنه مستنقع بالضرورة، فأمطار الليلة السابقة قد أثرت على التربة. إن صادف أن وجدت نفسك في مكان كهذا حري بك الانتقال إلى موقع آخر أكثر صلابة، فالتربة المرنة والمرتخية قد تبدأ في الانهيار تحت قدميك في أي لحظة. صحيح أن هذه العملية ليست بخطورة المستنقعات، لكن أوتاد الخيمة قد تتزحزح من مكانها وتجد نفسك تحت كومة من القماش اعتبرته قبل لحظات خيمتك. وإن قررت إنشاء مخيمك في واد جميل وبدأت الأمطار تهطل بغزارة ما أن وصلت إلى هناك، فاستعد لرحلة سباحة ممتعة. ستدخل جميع المياه بشكل طبيعي أسفل وداخل ملجأك، وستجد طريقها عاجلا أم آجلا لتحت خيمتك. لا عجب أنك ستجد نفسك غارقا في مياه الأمطار إلى حد الركبة حينما تستيقظ صباحا. أوه، يا له من مكان رائع لأخذ قسط من الراحة بعد نزهة طويلة. يوجد هذا المكان على قمة التل، لذا لن تجد مياها قريبة، والشمس ساطعة في كبد السماء، ولا شجرة واحدة تحجب عنك أشعتها الحارقة. سيكون من الرائع الاستحمام تحت أشعة الشمس في هذا المكان بالضبط. حسناً، يبدو هكذا في الساعات القليلة الأولى، لكن حينما تمكث فيه ستفهم الخطأ الذي ارتكبته. يمكن لأشعة الشمس التي تسطع مباشرة على خيمتك أن تجعلها ساخنة في غضون ساعات بسبب المواد التي صنعت منها، وستشعر بشدة حرارتها على جلدك ما أن تدخلها. لنقل فحسب أنك لن تود البقاء هناك لوقت طويل إلى حين تخييم الظلام وبرود الخيمة على الأقل. ينطبق الشيء ذاته على الرياح. في الفضاء الفارغ يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى معدلات سرعة جنونية، وإن لم تحذر جيدا أثناء دق الأوتاد في الأرض قد تضطر إلى توديع خيمتك العزيزة في وقت أبكر بكثير مما توقعت. من الأفضل العثور على مكان بالقرب من شجرة حتى تحمي كلاكما من الشمس والرياح. ومع ذلك لا تدع دماغك يغويك بإنشاء مخيم بالقرب من شجرة وحيدة حينما لا تكون الأحوال الجوية لصالحك. الطقس المشمس والممطر كلاهما لا بأس بهما، لكن إن هبت عاصفة رعدية ستصبح الشجرة الوحيدة بمثابة عمود صد للصواعق الرعدية. ليس من الصعب تخيل ما قد ينتظرك إن ضربت صاعقة رعدية الشجرة التي تخيم تحتها بالضبط. مهلا، قد تحصل على بعض الكهرباء بفضلها. أما بالنسبة للتخييم في فصل الشتاء قد يصبح الطقس عدوك اللدود أكثر. حتى هل تتذكر ما قلته آنفا عن أشعة الشمس المباشرة؟ انسى ذلك الآن، ففي فصل الشتاء من الأفضل أن تدع أشعة الشمس تسطع مباشرة على خيمتك. سيجد البرد طريقه إليك مهما كانت خيمتك رائعة ومكلفة، وعادة ما تكون الرياح أكثر قوة في المواسم الباردة. ستساعدك أشعة الشمس المباشرة في التعامل مع الطقس البارد. أحد أكثر الأخطاء شيوعا التي يرتكبها معظم هواة التخييم هو إشعال نار المخيم بالقرب من الخيمة. مجددا، المواد التي تصنع منها الخيمة تنقل الحرارة بشكل جيد. صحيح أنك قد تسعد حينما تجدها دافئة أثناء الليل، لكنها قادرة أيضا على الاشتعال بسهولة، وشرارة واحدة تكفي لحرق ملجأك وتحويله إلى رماد. احرص على ترك مساحة كافية بين خيمتك ونيران المخيم، ولا تترك النار دون مراقبة. حينما تستعد للخلود للنوم تذكر دائما إخماد النيران حتى لا تستيقظ وسط جحيم مستعر وترى النيران تلتهمك من كل جانب. يمكن أن تدمر الحشرات أروع رحلات التخييم. يمكن أن يجد البعوض والنمل والقراد وغيرها من الحشرات المزعجة طريقها إلى خيمتك أينما كنت، لذلك احرص على حماية نفسك منها. استعمل طاردا للحشرات عندما تكون بالخارج، ولولبا مبيدا للحشرات بجانب مدخل خيمتك. لا تضعه قريبا جدا منك أو بالداخل، فرائحته مزعجة وقد يتسبب في نشوب حريق أيضا. لتجنب عضات البعوض وخاصة القراد، حاول البقاء بعيدا عن البحيرات والبرك والغابات الكثيفة حيث توجد المستنقعات. يتكاثر البعوض في المياه الراكدة، لذلك تعج المناطق حول هذه البرك بالحشرات الطائرة، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في التحليق في الرياح العادية، لذلك اختر مكانا مفتوحا للتخلص منها. لا تدعها تفسد إجازتك.
بوم. هذه الكلمة لا تعبر عن هول الانفجار، فهو أقوى انفجار يمكن أن تراه على الإطلاق، والأهم من ذلك أنه انفجار بحيرة. كل ما أردت فعله هو إطلاق بعض الألعاب النارية في هذا المكان الساحر والآسر، لكنك غفلت تماماً عن اللافتة التحذيرية في طريقك إلى هنا، والتي تحظر تماماً إضرام النار. والآن حاصرتك جدران من الماء المنفجر من كل جانب. لكن لنعد إلى نقطة البداية. أنت الآن في ألبرتا في كندا، ووصلت للتو إلى بحيرة أبراهام للقيام بنزهة جميلة. البحيرة متجمدة والمشهد يحبس الأنفاس. تلك الفقاعات تحت الماء تبدو كمئات من قناديل البحر المتجمدة، لكن الواقع أنها فقاعات من الميثان، غاز سام وسريع الاشتعال تنتجه البكتيريا التي تعيش في قاع البحيرة. لهذا السبب وضعت تلك اللافتة هناك. إن أشعلت عودة ثقاب على هذا الجليد ستلتهم النيران المكان بأسره. لحسن الحظ تنبهت للأمر وتخلصت من الألعاب النارية التي كنت تنوي إشعالها. عليك الاحتفاظ بها لإطلاقها في مكان آخر وزمان آخر، وربما بحيرة أخرى. حسناً، هذه البحيرة ليست متجمدة. في الحقيقة ربما لم يشهد هذا المكان أي شتاء منذ العصر الجليدي الأخير. نحن الآن في الكاميرون، ويسمى المكان بحيرة نايوس. تبدو هادئتان لكن حذارية، تخفي مياهها البرتقالية الضاربة إلى البني سراً مميتاً. تقع البحيرة على قمة منطقة سريعة الانفجار، وتطلق الشقوق في قاعها كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون. عند تحرك الأرض ينبعث هذا الغاز من البحيرة ويسافر لعدة كيلومترات حولها، والتركيز عال جداً لدرجة أن نفساً واحداً سيفقدك الوعي، ولن يكون لديك أدنى فرصة للاستيقاظ مجدداً. لقد فهمت قصدي، لكن الجزء الأكثر خطورة أن ثاني أكسيد الكربون لا رائحة له ولا لون، لذلك لن تشعر به. أقامت السلطات المحلية نظام أنابيب لتصريف الغاز من البحيرة حتى تصبح آمنة نسبياً للناس والحيوانات في المناطق المجاورة. وهناك بحيرة سامة أخرى تسمى كيفو، تقع على الحدود بين الكونغو ورواندا، تزود الملايين من الناس بالطاقة بفضل غازاتها. بما أننا في إفريقيا، لنلقي نظرة خاطفة على منخفض صحراء دانكل في إثيوبيا. إنه المنطقة الأكثر سخونة على الأرض، ولقبه يفصح عن ماهيته. فالوادي مزدان بينابيع ساخنة جداً وبرك حمضية سامة وبراكين نشطة. يبدو المشهد الطبيعي للمنطقة غريباً وسرياليًا نوعاً ما، وربما تكون هذه البقعة المكان الوحيد المأهول على وجه الأرض الخالي من مظاهر الحياة. أجل، مفارقة عجيبة. يعيش سكان عفار هنا طوال السنة، ويجمعون الملح من حول الينابيع لبيعه، فيما لم يجد العلماء أي أدلة على وجود حياة للميكروبات في هذه الينابيع. معروف عن البشر استقرارهم في أماكن لا تخطر على البال. لنأخذ جبل تامبورا في إندونيسيا على سبيل المثال. عاش الآلاف من الناس في هذا المكان وحول منحدراته لقرون عدة، إلى أن حل ذلك اليوم المشؤوم في سنة 1815. جبل تامبورا هو بركان بالأساس، وفي تلك السنة قرر أن يثور، مما أدى إلى محق كل شيء على وجه الجزيرة وانفجار دوى لمسافة 1500 كيلومتر. نفث البركان الكثير من الرماد لدرجة أنه حجب الشمس عن الجزر المجاورة، وتسبب في سنة بلا صيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية. كان أقوى انفجار شهده العالم في آخر 10,000 سنة، وانخفض ارتفاع جبل تامبورا ب1524 متراً عقب ذلك. لكن لنعود الآن إلى زمننا. ثمة جزيرة لا يسمح لك بزيارتها، لكني أراهن أنك لن ترغب في الذهاب إليها من الأصل. تعد جزيرة الأفاعي في البرازيل موطناً لآلاف الثعابين، وبالتالي أطلق عليها هذا الاسم. ما إن تطأ قدمك هذه الجزيرة ستجد نفسك في خطر محدق، فقد تلدغك إحدى الأفاعي،
الجزيرة هي المكان الوحيد الذي يمكنك الالتقاء فيه بأفعى رأس الرمح الذهبية، وسيكون آخر لقاء لك معها. هذا المكان خطر جداً لدرجة أن البرازيل منعت السياح والزوار من دخول الجزيرة بشكل تام. حسناً، حري بنا المغادرة الآن. ارتدي ملابسك الدافئة ولا تنسى قناع الوجه المكسو بالفرو، فنحن ذاهبون إلى أومياكون في روسيا. إنها مدينة صغيرة في أقصى الشمال، ويشار إليها في الغالب كأبرد مكان مأهول على وجه الأرض. المكان الوحيد حيث معدل الحرارة أقل هو أنتاركتيكا. في فصل الشتاء إن نسيت ارتداء سترة صوف أولى وسترة أخرى وسترة ثالثة ومعطف فراء، ستتجمد بالكامل في غضون ثوان. تنخفض درجات الحرارة هنا إلى 71 درجة مئوية تحت الصفر. تتحول الفواكه الطازجة إلى قطع من الجليد في غضون دقائق، وتتصلب تماماً لدرجة أنك تصبح قادراً هنا على دق المسامير في الخشب بتفاحة. قبل أن تتجمد في مكانك، لنذهب إلى مكان لا يصله أي قارب. ساحل الهيكل العظمي في ناميبيا. أنا جادة، لا يمكنك الذهاب إلى هناك سوى بالسيارة أو الطائرة، لأن القوارب والسفن لا تقترب من المكان. المياه شديدة المكر، والعواصف المفاجئة تغرق البواخر، والصخور المدببة المختبئة في القاع على أتم الاستعداد للاصطدام بهياكلها. يمتد الساحل في حد ذاته لمئات الكيلومترات، وينقسم إلى جزء جنوبي وآخر شمالي. يسمح للزوار على جميع المركبات بدخول الجزء الجنوبي بكل حرية، لكن لا يمكن سوى 800 شخص في السنة بدخول الجزء الشمالي والقيام بجولات بإشراف مرشدين سياحيين. فكثيراً ما يتوه الناس عن طريقهم في هذه الصحراء إلى الأبد، ويمكن اعتبار المكان من الأكثر ترويعاً في العالم، إذ حصل على اسمه بسبب وجود العديد من جثث وبقايا الحيوانات. ومع ذلك تمكن حوالي 50,000 شخص من السكان الأصليين من العيش في هذا المكان بصحبة حيوانات نجحت في التأقلم مع الظروف القاسية. فقمات البحر والسحالي والضباع والفيلة حتى. قد تتوقع وجود أماكن خطيرة في أي جزء من العالم ما عدا قلب أوروبا. نابولي إحدى أشهر المدن في إيطاليا، بنيت فوق بركان هائل نشط في سنة 2018. لاحظ العلماء أن الحمم البركانية تتكون في قاع هذا الجبل المرعب. يقولون إنه من المحتمل أن يثور في المستقبل القريب، لكن ثمة بركان أصغر ولا يقل خطورة عن هذا الجبل على بعد بضع كيلومترات، جبل فيزوف. ربما تتذكر كيف أباد مدينة بامبي الرومانية قبل 2000 سنة، أما أنا فلم أعش في تلك الحقبة من الزمن. ظل هذا البركان نشطاً لفترة طويلة، ويعرض المواطنون والزوار في نابولي حياتهم إلى الخطر مع كل يوم في المدينة. لكن مهلاً، بينما أنت هناك، لما لا تتناول بعض البيتزا؟ يعد شمال شرق فرنسا مكاناً مرعباً أيضاً. سميت سلسلة من المناطق زون روج أو المنطقة الحمراء، وحظر الدخول إليها منذ العشرينيات. إن وجدت نفسك بمحض الصدفة في أحد هذه الأماكن، لن ترى سوى النباتات الذابلة والأرض المحترقة، على عكس المناظر الطبيعية الساحرة لبقية البلاد. التربة والهواء ملوثان لدرجة أنه يمنع على الناس دخولها خشية الاختناق. وفي أي حال، لا شيء قادر على العيش في المنطقة الحمراء إلى حد اليوم. توجد جزيرة مأهولة بالسكان في اليابان أغلقت ذات مرة مجالها الجوي لمدة 8 سنوات. مياكي جاما هو بالأساس بركان يعيش الناس على منحدراته. يثور البركان كل 20 سنة، ووقع الانفجار الأخير في سنة 2000. لا ينفث البركان عادة الحمم البركانية، بل سحبا هائلة من غازات الكبريت السامة. مهلا، لا تنسى قناعك. وفي أوج نشاطه، يتعين على سكان الجزيرة ارتداء أقنعة الغاز طوال الوقت، وحتى بعد سنوات من الانفجار يحملون أقنعتهم معاً تحسباً لأي طارئ. مشكلة كبيرة.
ليس بعيدا عن هذا المكان، وفي منطقة كامتشاكا في روسيا يوجد واد جميل ومدهش لن تود المكوث فيه لوقت طويل، يطلق عليه تسمية وادي الموت، ويقع في قاعدة جبل نشط آخر. عندما يطلق الجبل دخانا تنويه بسيط كثيرا ما يفعل، تهبط الغازات السامة الأثقل من الهواء في منحدراته وعلى الوادي مباشرة. لن تصمد المخلوقات صغيرة الحجم إن تنفست هذه الغازات، وحتى البشر والحيوانات الكبيرة سيواجهون صعوبة في النجاة منها. وجهة أخرى مميتة هي مضيق سولت سترومن في النرويج، يبدو مكانا هادئا وجميلا، وما أن تراه ستشعر برغبة للغطس والسباحة في مياهه، لكن إياك أن تفعل ذلك، فكل 6 ساعات يتحول المضيق الهادئ إلى جسم مائي صاخب يعج بدوامات مائية عملاقة وقوية، وذلك بسبب تيارات المد والجزر بين خليجين يربط بينهما المضيق. عموماً أثناء المد العالي تكون التيارات المائية قوية جداً على التيار الضيق، مما يجعل المكان فخاً مميتاً للزوار والقوارب. في بوليفيا يوجد طريق يمتد 72 كيلومتر لا يجرؤ على عبوره سوى الشجعان. يمتد طريق يونغاس على طول جانب سلسلة جبلية، ويعد معلماً سياحياً يستقطب راكبي الدراجات المغامرين. بني طريق جديد يغطي أخطر أجزاء ذلك المسار، لكن الطريق الأصلي كان ضيقاً جداً، وتحده هوة سحيقة بلا حواجز في أحد الجانبين ومنحدر حاد في الجانب الآخر، جعلت الانهيارات الأرضية والضباب والأمطار ركوب الدراجات رياضة غير آمنة ومحفوفة بالمخاطر، لكن ذلك لم يمنع بطبيعة الحال عشاق المغامرات من القدوم من جميع أنحاء العالم لممارسة رياضة ركوب الدراجات. إن كنت من هواة الينابيع الساخنة، قد تود أيضاً زيارة البحيرة الفوارة في دومينيكا، أو ربما لا، تقع في المنتزه الدولي، وهي عبارة عن تجويف مليء بالمياه دائمة الغليان من الأنهار المجاورة، تظل ساخنة بسبب الينابيع الحارة للغازات السامة، ويعد البخار على سطحها ساماً أيضاً. تستقطب البحيرة السياح، لكن الاقتراب منها قد يكون خطراً، إذ يمكن أن تنفجر وتغرق المنطقة المحيطة بها بسحب من الغاز. هل يود أحد الذهاب؟ أي أحد؟